يمكن في قصة ميلاد شمشون امرأة منوح لما الله بشرها بميلادها وقال لها ستلدين ابنا، ساعتها هي قالت له يعني ازاي نكرمك ما اسمك؟ قال لها لماذا تسألين عن اسمي وهو, عن اسمي عجيب. وهو عجيب. والله ساعتها هو اللي أطلق هذا الاسم على نفسه. من 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 القصة دي، من قصة العهد القديم، من بداية فكرة العجيب، كلمة عجيب أو لقب عجيب، ليه الله أطلق على نفسه عجيب؟ شوف، هو برضو أنا عايز أربط حتة مهمة. إن كان الله أطلق على نفسه عجيب عند بشارة امرأة منوح وقال أنا عجيب واسمي عجيب، ويجي إشعياء يقول عجيبا مشيرا، عايز يقول إن المولود ده هو الله، فده إثبات لاهوت المسيح. دي أول نقطة. أنا قلت على نفسي عجيب وبعد كده جي قال هذا الطفل عجيب، عجيب، فيبقى الوصف وعجيبا لأ. مش عجيب بس، يعني حاجة أنت عارف ينظر إليه الجميع بعجب وبإعجاب. وهو ده الله، الله الذي يعجب جميع البشر. ما بالك والله ظاهر في الجسد من أجل أن يصالح الإنسان، الإنسان الذي لا يستطيع الوصول إلى الله. الله يتنازل ويصير شخص عجيب، شخص زي ما قال أستاذ حسام من شوية، فيه الطبيعتين اللاهوت والناسوت، وجاي يحقق هدف عجيب، خلاص البشر. الجنس البشري ده اللي أخطأ في حق الله. لا، ربنا العجيب أنه يتحمل كل هذا وجاي مخصوص عشاني وعشانك وعشان كل واحد. عجيب الله في تدبيراته. الله ذو الجلال والقدرة يعاتب شعبه في سفر أرميا ويقول لإرميا اهمس في أذنه. شوف العجب. الله القادر أنه يميت ويحيي يهمس في أذن الإنسان ويقول له أنت عملت غلط، أنا عايزك تتوب، ارجع. عجيب الله الذي يقضي فترة العهد القديم كلها من أجل توبة الإنسان ومن أجل إعداد هذا الميلاد العجيب وهذا الحبل العجيب وهذا الحدث العجيب، أن يموت إنسان إلهي فدية عن كل البشرية. صحيح. ويدفن ويقوم ويرتفع إلى السماء مرة أخرى. أليس هذا عجيبا؟